السلام عليكم ومرحبا فيكم في فيديو جديد من تختيم إضافة Elden Ring Shadow of the Earth Tree. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ويلا let's go. في الفيديو اللي راح وصلنا إلى هذه المنطقة بس لحد الآن ما استكشفتها، فهذا الفيديو إن شاء الله بيكون مركز على هذه المنطقة بنستكشفها ونسوي كل شيء في هذه المنطقة. يلا بسم الله. طبعا هذه المنطقة شفناها في التريلر من قبل، يعني تشوف جمال المنطقة يعني مرة جميلة. أنا قابلت في تنين لهب الشبح بس ما قاتلته، فإذا شفته بقتله وبهزمه. أوه هل هذا الـ NPC اللي قابلته من قبل أو جديد؟ أوه واو هذا دمين يومن؟ ليش قوي كده؟ ليش قوي؟ اوكي حبيب امك. اوه ماي جاد. هل هذا جايبينه من سكره ولا ايش سالفه؟ خذ يا حمار. هذا اللي صاير اقوى من الباسز. انت ما تقعد مكانك. لا 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 هذا وش شارب ولا كينج؟ هذا كينج خليه يتنفس. انقلب. الملكة معرضت النص بشر. ما قدروا. يلا هذا يصير معركة الممك. خل الممك يقتلها. من كذا انا ما استدعى الممك لانه قوي. شوف. ما بان هذا باص متكرر من اللعبه الاضافيه، محتاج قاتله مو باص جديد. نايس. وفي ستيك اوف ماري كمان. اوه شكله باص الضريح الجنوبي المجهول. باص او مكان استكشف؟ لا والله باص. من هو يا ترى؟ سبيرتاش بيكون صعب. راقصه وانا اوكي. نايس. اوكي ده حتى انا عندي داكس وابن. وش الكعب ولا ما يخلص؟ واو الدامج. ما تنفع ليش الا المطرقات. لا والله وتتعالج بعد. ما يصير لهم ستاجر ابدا. ها
نايس هرا اوه نقدر ننزل كأننا نقدر ننزل لا لا نقدر ننزل مو كأننا alright مكان مرة تحت عميق للغاية جرب توجه لليمين ليش في ناس في ناس راحوا يسار اوه اشوف جريس واشوف انا شي مسكر ليكون شي نحتاج ان نسوي نقتل باسس او ناخذ شي قبل لا ندخل بس لو سمحتوا شكرا ليش هذا المكان مقفل اوكي ما اتوقع ان في مكان تحت فعلتها لا تتجرأ شكرا على النصيحة ما بغى انط هذا كان مسكر من قبل ليندا ليس لديك الحق اها ليس لديك الحق وش مك وش نسوي بس الختم يخفيها ميكلا وتمتلك ختما اوه ميكلا يخفيها اوه اي اوكي خلينا نحط علامة هنا خلينا نحط هذه العلامة نرتاح ونروح إلى منطقة الأصابع ما دام هالمكان ما في أي باص ها؟ وش صار بالضبط؟ من وين جيت أنت؟ واو ما بتتنفس انت اليوم نايس ها ايزي بعطينا شي مهم alright حصلنا كهف سجل سجن لامنتار اوه وش هذا بالضبط اوكي لامنتر اوه ماي جاد شو سلام اتفرح حصلنا الحقيقة على طول لحظة 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 يبغى لي انا اشوف فور يقدر يضرب شو اسمه اكثر من واحد في نفس الوقت وصل عنده صحه مو طبيعيه كنبات رئيسي الحل اني اقتل واحد واحد
ليش قاعد تصيح؟ هالباص والله غريب، مرة غريب. لا تخلي النسخ يعيشوا. يلا يا ميمك. ماتوا او طاحوا كلهم. جمب هزاس. اوكي، فالحل ان ما نخلي النسخ عايشين. انا فكرت اكس. باص غريب الأطوار. هذا شكله، من شكله ومن الحراس، هذا مكان وجود مزمر. ايش هذا الصوت؟ من مكان ما حطي مرون عظيم. يمتلك تميمة قوية ايضا. حطي مرون وات؟ في مكان ما حط مرون عظيم. هذا ميكلا؟ في باص. هذا باص فرس النهر الذهبي. ليش كل باص عنده هيلث وصحة مو طبيعية؟ عاش محبك مخرف. نفس يا حيوان. سريع عنيف يضرب بقوة وما يعطيك مجال تتنفس. اوكي اوكي، صار قنف الدم وفرس نوم. خلص الهيل اللي عندي. هذا يسوي نفسها جماعة الألدن بيست.
نايس. نايس. جمعلك. جمعلك. لا 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 نايس. قلع جوانب البوتقة الأشواك. نايس. لما الاستاجر حق المطرقة كان مرة مزعج.